بعمل كون سألتوا ليش جوجل وغيره من المواقع بيتموا بيطلبوا منكم انه تتعرفوا على اشياء معينة، مثل وين القطة بهالصور، او وين الكلب، او وين الاشارة الضوئية، او كيف المساعدات الافتراضية الذكية مثل اليكسا وجوجل وسيري بيشتغلوا. هالمساعدات يلي رح يبلغ عددها اكتر من 8 مليار بسنة 2024، يعني رح يتجاوز عدد البشر. بهالفيديو يلي هو تتمة للفيديو السابق حول الذكاء الاصطناعي، إذا ما شاهدتوه تأكدوا أنه تروحوا تشاهدوا، رح نجاوب على الأسئلة ونعرف كيف تماماً الذكاء الاصطناعي بيشتغل وشو دور التعلم الآلي بهالموضوع. مرحبا، معكم عمر وهي بلورة وألم. نماذج التعلم الآلي عديدة وبالزياد مستمر، بس خلينا ناخد 3 أمثلة بثلاث مناحي مختلفة لتبسيط الفكرة. أول عائلة لهالنماذج هي الريجريشن، أو كمان ممكن نضمن الكلاسيفيكيشن، والاستخدام الأساسي إلهم هو التصنيف. ومثال عليها إذا كنا بدنا نسأل أليكسا اليوم إذا بدنا نلبس جاكيت أو لا، فأليكسا رح تكون مزودة بمعلومات تاريخية لحتى تتعلم منها، لحتى تقدر تاخد قرار وتعطينا جواب. فمثلا هالمعلومات ممكن تكون هي عدد الناس اللي لبسوا جاكيت بين الربيع وبين الشتاء، وإذا اعتبرنا أنه كل نقطة زرقاء هي لناس لبسوا جاكيت خلال هالفترة، كل نقطة حمراء هي لناس ما لبسوا جاكيت، فرح تلاقي الآلة أنه من غير الممكن أنه تعتمد على هالمعلومة فقط لحتى تقدر تحصل على الجواب. فما في نقطة تقدر تقلها أنه قبل هالتاريخ لبسي جاكيت وبعد هالتاريخ ما تلبسي جاكيت، لذلك هي رح تدخل بعد تاني للمعادلة. خلينا نفرض انه هالبعد هو درجة الحرارة بهذا اليوم، ورح نرجع نحط المعلومات عن الناس اللي لبسوا جواكيت بهالفترة. هلأ الآلة بوجود هالبعدين رح تحاول تلاقي معادلة لهالخط يلي بيفصل الناس يلي لبسوا جاكيت عن الناس يلي ما لبسوا جاكيت، ومتى ما لقيت معادلة رح تصير تستخدمها بأي مرة قادمة لحتى تعرف انه بيوم معين من ايام السنة وبدرجة حرارة معينة وين لازم يكون، هل لازم نلبس جاكيت ولا ما لازم نلبس جاكيت. ورح تتعلم الآلة أكثر ورح تزداد مهارتها كلما عطيناها معلومات أكثر، لأنه رح تعيد تحسين ورسم هذا الخط وتلاقي معادلة أنسب لإله. بس في مشكلة، إذا نحن عطيناها معلومات قليل وتركناها مدة قصيرة للتعلم رح ترسم خط بسيط، والمشكلة أنه احتمالية الخطأ بهذا الخط هي كبيرة، فممكن تهمل وجود نقط معينة على جوانب الخط ما لازم تكون هون. وهي المشكلة بالماشين ليرنينج اسمها underfitting، يعني رح تفصل نموذج كبير أو مبهبط على المشكلة تبعنا. وإذا نحن عطينا الآلة كمية كبيرة كتير من المعلومات على مشكلة صغيرة وتركناها فترة طويلة جدا لتتعلم، فهي رح ترسم خط مفصل تفصيل على هالمشكلة، وهي المشكلة اسمها overfitting، يعني نحن عم نفصل نموذج كتير ضيق وعياس المشكلة تماما، بحيث انه اذا تغيرت المشكلة تغير بسيط جدا رح يبطل هالنموذج يكون هو الانسب لإله. فاذا اجت نقطة جديدة بعيدة عن خط المعادلة رح تخرب النموذج كله. فنحن بهالنوع من التعلم الآلي لازم نحقق توازن لحتى نحصل على نموذج جيد جدا، ولكن يكون مرن لحتى يتقبل نقاط جديدة. وهي العائلة من المعادلات والنماذج مشهورة جدا ومستخدمة بشكل كبير جدا نظرا لبساطتها، وميزتها انه نحن بنقدر نطلع على النموذج اللي بنته الآلة ونفهم ليش بنته، يعني وقت تاخد قرار ونحسه انه غلط رح نعرف شو السبب ورح نقدر نعمل على تصحيحه بتكلفة بسيطة. صحيح انه هالنماذج او المعادلات بسيطة ولكن ليست هي الأقدر، ففي مشاكل رح تعجز هالمعادلات عن حلها. وهون بيجي دور فئة جديدة أو عائلة جديدة من المعادلات أو النماذج، وهي الجينيتك ألغوريثمز أو الخوارزميات الجينية. وهي الخوارزميات هي صنف من الخوارزميات التطورية، وهي مستوحاة من الاصطفاء الطبيعي اللي بيحصل بالطبيعة. وهالنوع من الخوارزميات هو ممتاز لحل مشاكل الأوبتمايزيشن يلي نحن عم ندور على حل أمثل من مجموعة حلول متعددة. وفكرة هالخوارزميات بديعة جدا. لتبسيطها خلينا ناخد مثال، إذا نحن عم ندور على أفضل طريق بين نقطتين بين مجموع طرق متعددة، ففكرة الخوارزمية بتقول إنه نحن بنبدأ بحلول عشوائية لأي طريق بين هالنقطتين، ومجموع الحلول العشوائية بيشكل الجين بول تبعي أو المستودع الجيني، وبعدين أنا رح أجي قيم هذا الجين بول يلي اخترته عشوائيا لحتى أحدد أفضل نصف منه. وطبعا أنا لازم أعرف شو بقصد بأفضل طريق، هل هو أقصر طريق مسافة، ولا هل هو الطريق اللي بياخد أسرع وقت، ولا هل هو الطريق اللي ما فيه مطر، ولا هل هو الطريق اللي ما فيه رصيف إلى آخره. وهذا التوصيف بنسميه الفيتنس فانكشن، يعني أنا لازم يكون عندي معادلة أقدر وصف من خلالها إذا هذا الحل أفضل من هذا الحل.
وبعد ما نختار أفضل نصف حلول عنا رح نصطفي هذا النصف ليشكل الأساس للجين بول الجديد تبعنا. أما باقي الحلول يلي ما قدرت تلائم الهدف تبعي رح تنقرض، وبعدين رح نخلي هالحلول الجديدة تتكاثر فيما بينها. فمثلا نحن ممكن ندمج طريقين مع بعض لحتى نحصل على طريق جديد، أو ممكن نعمل طفرات بأحد الطرق لحتى نحصل على طريق جديد كمان. وبعد ما نضيف هاي الحلول الجديدة يلي هي عبارة عن تزاوج أو طفرات من الحلول القديمة رح نحصل على جيل جديد. وهيك صار عندي جيل أول وجيل تاني، ورح كرر الشيء اللي عملته مع الجيل الأول لأختار أفضل نصف من الجيل الثاني وأصطفيهم للجيل الثالث. وإذا كررنا هالعملية آلاف من المرات رح يطلع عنا آلاف من الأجيال، كل جيل هو أحسن من الجيل اللي قبله بما يتعلق بالفتنس فانكشن تبعنا. يعني كل جيل جديد كل عنصر فيه هو ملائم أكثر للحل الأنسب تبعنا. كل ما كان عندي قدرات حسابية أعلى كل ما قدرت تساوي هالعملية أكثر وأكثر. كل ما ضفنا جيل جديد رح يكون عنا نتائج أفضل. فالجيل الأخير يلي رح نحصل عليه رح يكون كل حل فيه هو حل ملائم للمعادلة تبعنا، وبنقدر ببساطة نقيم ونختار أفضلهم لحتى يكون هو أفضل طريق نسلكه. طبعا هالعملية كلها رح تحصل بثواني أو أجزاء من الثواني أحيانا، بس هذا بيشكل مشكلة إنه نحن بنحتاج قدرات حسابية كبيرة كتير لحتى نحل هالنوع من العمليات، وهالنوع من العمليات ليس ملائم لكل أنواع المشاكل اللي ممكن تواجهنا. وهون بيجي دور الشبكات العصبية الاصطناعية أو Neural Networks، وهي مثال جميل تاني مستوحى من جسم الإنسان عن الذكاء الاصطناعي. فكرتها تقوم على تمثيل الخلايا العصبية وبناء شبكات منها، وأحد أمثلة استخدامها لما نعطي صورة للآلة وتتعرف على الصورة. وإذا حدا منكم سأل يوما من الأيام ليش الكمبيوتر بيطلب منا أنه نضغط على صورة شيء معين مثل قطة أو كلب لحتى يتعرف على هويتنا، فالجواب بالحقيقة أنه الكمبيوتر بيكون عم يستخدم هالشي لحتى يدرب الشبكات العصبية. دماغ الإنسان فيه حوالي 100 مليون خلية عصبية، يعني على قد عدد النجوم بمجرة درب التبان، وكل خلية من هالخلايا العصبية عندها نهايات معينة وبنشاطات معينة للدماغ ممكن تتفعل أو ما تتفعل هالخلية العصبية. فالسيالات العصبية بتوصل لهالخلية من أحد النواحي، وإذا تفعلت الخلية فهي رح ترسل سيالات عصبية للنواحي الثانية. ونحن بشكل مشابه ممكن نمثل الخلية العصبية بنيورون أو عقدة أو عصب. كل عقدة أو نيورون كمان رح يكون له عدة مداخل، وكل واحد من هالمداخل له وزن معين، والنيورون رح يجمع هالمداخل كلها ويطبق عليها بعدين معادلة معينة، وعلى حسب النتيجة تبع هالمعادلة النيورون رح يتفعل أو ما يتفعل، وبالتالي رح يرسل إشارة للعقد اللاحقة أو ما يرسل. ونحن رح نستخدم هذا المثال لنبني شبكة من هالخلايا، وهالشبكة تكون قادرة تتعرف على صورة معينة. مثلا مثل ما بنعرف كل صورة بالكمبيوتر هي عبارة عن بيكسلات، وكل بيكسل بكل له قيمة إما فعل أو لا. فإذا أخذنا مثال كتير بسيط لصورة مكونة من 4 بيكسلات، وأنا هدفي أعرف إذا الصورة المرمزة هون هي خط شاقولي أو خط عمودي، فنحن بنقدر نعمل شبكة يكون مداخلها عدد البيكسلات بهالصورة اللي بهالحالة 4، بيكون مخارجها هي عقدتين إما عمودي أو شاقولي، وبيناتهم رح يكون في عدد من الطبقات المخفية يلي ممكن يزيد عددها أو ينقص حسب تعقيد المشكلة اللي عم تحاول هالشبكة تحلها. خلينا نفرض بحالتنا رح يكون في عنا طبقة واحدة، فإذا كان كل عقدة من هالعقد بترمز لبيكسل معين، فنحن ممكن نصمم شبكتنا بطريقة إنه أحد هالعصبولين يتفعل حسب شو المدخل يكون. فإذا أنا كان عندي خط شاقولي هون يعني بالخلايا 1 و2، بالتالي الخلايا 1 و2 بالشبكة عندي رح تكون مفعلة. وإذا فرضت أنه الطبقة الثانية ما بتتفعل إلا ليكون المدخلين لإلها مفعلين، فبهالحالة ما رح يتفعل عندي غير هالخلية الوحيدة. وإذا فرضنا أنه المخرج رح يتفعل إذا كان أحد المداخل لإلها مفعلة، فبهالحالة رح يتفعل عندي هاي الخلية، ورح تعرف الشبكة إذا شافت هالصورة أنه الخط هو عمودي. بينما إذا مرقنا صورة ثانية مثلا فيها خط أفقي يلي فيه الخلايا 1 و3 مفعلة، فبالتالي الخلايا 1 و3 بالشبكة عندي رح تتفعل، وبالطبقة الثانية الخلية هي فقط رح تتفعل لأن المدخلين لإلها مفعلين، وبالتالي الشبكة رح تتنبأ أنه هذا الخط أفقي. وبهالطريقة الشبكات العصبية ممكن تحل أي مشكلة مشابهة. مع زيادة عدد الخلايا بكل طبقة وزيادة عدد الطبقات ممكن تتعقد المشكلة أكثر وأكثر. حالياً بهالمثال البسيط نحن بأنفسنا حددنا الوزن لكل مدخل وشو المعادلة بحيث يتفعل ولا ما يتفعل كل خلية عصبية، بس بالأمثلة المعقدة من المستحيل أنه نحددها بإيدينا، فلذلك بنترك هالمهمة للآلة هي تعملها. والخوارزمية اللي هدفها تتنبأ بصورة قطة مثلاً من بين عدة صور رح تستخدم مئات آلاف أو ملايين من الصور يلي الناس خبروها انه هي حقيقة قطة، ورح تمرق الصور على شبكة مثل هي بس معقدة اكتر بكتير، وتعيد تحديد الاوزان والمعادلات لكل وصلة من هالوصلات. وهذا يلي بنسميه بالماشين ليرنينج
Training، يعني هالنموذج عم يدرب نفسه بنفسه على أنه يتنبأ بدقة أفضل وأفضل. حالياً قدرة الكمبيوتر بتخلينا نبني شبكات عصبية مثل هي بآلاف الخلايا بكل طبقة وبآلاف الطبقات، بس للمقارنة بدماغ الإنسان، دماغ الإنسان بيحوي 100 مليون خلية عصبية، وكل واحدة من هالخلايا عندها حوالي 10,000 توصيلة. فقدرات الحاسوب اليوم من المستحيل أنه نحن نبني نموذج بقدرة دماغ الإنسان، بس ما بنعرف إذا هالشي رح يكون قريب بالمستقبل. فكرة الشبكات العصبية الاصطناعية أتت بالستينات، ولكن ما انتشرت إلا بالعشرين سنة الماضية نتيجة لتفوق قدرة الحاسوب، لأنه بالستينات ما كانت الحواسيب قادرة على أنه تحسب عمليات معقدة بهالطريقة هي. الشبكات العصبية ممتازة لتحل مشاكل مثل التعرف على الصورة والصوت، بس في إلها مشاكل. أول هذه المشاكل أنه بتحتاج قدرات حاسوبية عالية جدا جدا لتشتغل، والمشكلة الثانية أنه هي نموذج معقد جدا لا يمكن للإنسان أنه يفهمه. يعني وقت تبني شبكة مكونة من عدة مئات من الخلايا وعدة عشرات من الطبقات، مستحيل نحن نفهم ليش الكمبيوتر حط هالوزن لهالوصلة وما حط وزن مختلف، والكمبيوتر نفسه مو قادر يخبرنا ليش. فهي مثل صندوق أسود لإلنا، بنطلع عليها بنعرف أنه بتشتغل، بس ما بنعرف كيف تشتغل، وبالتالي صيانتها وتغييرها وتحسينها عملية صعبة كتير. فإمكانية تفسير النتيجة إمكانية صعبة كتير. يعني الكمبيوتر وقت يشوف صورة رح يقلك أنه هي صورة قطة، بس إذا سألته ليش نفسه ما رح يعرف يجاوبك ليش. يمكن نحن أنفسنا كبشر دماغنا بيشتغل بهالطريقة أيضا، وهيك بنكون استعرضنا بعض النماذج اللي بيستخدم الكمبيوتر ضمن الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي. مثل ما شفنا أنه الأساس بهي النماذج أنه نحن عم نحول المشكلة لبيانات أولية بيفهمها الكمبيوتر، فمهمتنا نحن أنه نحول هالصورة أو الصوت أو النص لشكل الأولي من أصفار وواحدات تفهم الآلة. فمثلا نحن وقت نسأل جوجل شي سؤال، أول شي عم تعمله الآلة أنه عم تحول الأمواج الصوتية لبيانات هي من صفر واحد، بعدين عم تطبق شبكات مثل هي لتحول هالبيانات من صفر واحد للنصوص المقابلة إلها، بعدين رح ترجع تاخد هالنصوص وتستخدم شبكات مشابهة أيضا للتعرف على معنى هالنصوص هي، وبعد ما تعرف المعنى رح تروح وتبحث عن الجواب وترجع لنا إياه. بهالطريقة بيشتغل الذكاء الصنعي اليوم ليقسم المشكلة الكبيرة لمشاكل كتير صغيرة كل واحدة منها قادر يحلها بنفسه. وهيك بنكون استعرضنا أهم نماذج التعلم الآلي، وإذا لقيتوا هالحلقة مفيدة ياريت تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتنشروا الفيديو ليوصل للناس المهتمة، وممكن بحلقة قادمة نحكي عن مستقبل الذكاء الصنعي وقديش بده حتى يتفوق على قدرات الإنسان، وهل ممكن فعلا يكون أخطر على البشرية من الإنسان نفسه؟